هي ممكن تستغل الميزه دي ان شاء الله في البدايه. نقاط القوه والضعف او اهم الحالات الفنيه يعني. نبدا بالحالات على طول. شكل بيراميدز مع باتشيكو زي ما كريم قال هو بيلعب دايما دفاع منطقه خاصه في المباريات الكبيره، بيامن الخطوط الثلاث خطوط دايما بيبقوا متقاربين وبيعتمد على الهجمات المرتده. لو نبدا بالسرعه على طول هنبص على شكل ده طبعا بيراميدز قدام الفريق الجنوب افريقي كان بيلعب بال 4-3-3 في وسط الملعب عادي، او نعتبرها 4-1-4-1 بوجود بلاتي توريه واحمد توفيق ووليد الكارتي، على الاطراف رمضان صبحي ومصطفى فتحي، وقدام كان فخري لقاي. هم واقفين هنا في وسط ملعبهم، نرجع بس ثانيه واحده، هنا واقفين في وسط ملعبهم ومتكتلين ودايما بيلعبوا دفاع عالي يا كريم، بيضيقوا المساحات قوي، بيلعبوا الدفاع عالي دايما متقدم. نجيب الصوره اللي بعدها هنلاقي هنا شكل الضغط لما بيضغطوا عالي الطريقه بتتحول ل 4-4-2 دايما، وليد الكارتي بيزيد جنب المهاجم اللي هو نفترض ان هو فخري لقاي او ابراهيم عادل، هنا في الصوره طبعا فخري لقاي بتتحول ل 4-4-2، ودي على فكره بتعمل مشكله دايما الحته اللي بتكلم فيها نقطه ضعف بيراميدز دايما الزون 14 المساحه اللي ورا الارتكاز بتاعهم، دايما لما بيضغطوا بيبقى في مساحه لانه بيبقى ارتكاز واحد تقدر ان انت تستغلها. نكمل برضه هنلاقي هنا يعني ده بيوريك شكل بناء الهجمه بتاعهم ان هم دايما بيعتمدوا على محمد حمدي اللي دايما بيتقدم دايما في المساحه اللي هتبقى ورا محمد هاني، دايما الباك ليفت بتاعهم بيعتمدوا ان هو بيشتغل ان هم بيعملوا له تمرير طولي. نكمل برضه هنا ده واحده من اهم ليه هو بدا او فكر في احمد فتحي كمساك، هنا علي جبر بيحضر، علي جبر كلته على الارض مش عاليه، تحضير الهجمه من تحت بتاعه مش عالي، يعني بص هنا لما جه بدا يعمل الهجمه قدر الفريق الجنوب افريقي، دي مباراه بيراميدز اللي كانت على ملعبهم هنا في الدفاع الجوي، هنلاقي نكمل الصوره هنلاقي ان هو الكره اتقطعت لما علي جبر قدر يحضر الهجمه، ولكن هو فكرته ان هو بيبدا باحمد فتحي ليه في الحته دي؟ دايما كل البناء الهجمه تحول مرحله البناء الهجمه بتاعت بيراميدز تحولت ان هي بتبقى عند احمد فتحي وخاطر وقدامه بلاتي توريه، فهنا النادي الاهلي عشان يمنع بناء الهجمه بتاع فريق بيراميدز كمل الصور مهم جدا ان انت تعمل كده، تضغط على احمد فتحي لان علي جبر زي ما احنا شفنا تحضيره على الارض مش حلو، احمد فتحي هو دايما اللي بيعتمد على التمرير الطولي، هنا الفريق جنوب افريقي كان ضاغط على مين؟ ضاغط على بلاتي توريه، فاحمد فتحي اضطر يعمل ايه؟ دايما احمد فتحي هتلاقيه بيعمل التمرير الطولي لانه اتضغط بشكل كويس في وسط الملعب، هنا برده كذلك احمد فتحي هو اللي دايما بقى مرحلة البناء الأولى اللي بيعتمدوا عليها فريق بيراميدز من ورا، محمد حمدي بيتقدم، أحمد فتحي بيحاول إن هو يعمل التمرير الطولي بنفس الشكل، فهنا لو أحمد فتحي أو أحمد سامي اللي بدأ في الحتة دي مهم إن أنت تعمل المهاجم يرحل دايماً عليه عشان تمنع بناء الهجمة من بدري لفريق بيراميدز. والأكيد كمان إن الثلاثي الدفاعي في خط دفاع نادي بيراميدز يا كابتن إسلام التلاتة بطاء، مفيش ولا واحد فيهم سريع، السريع الوحيد هو أسامة جلال وبره المباراه بسبب الاصابه، الثلاثه بطاء سواء احمد فتحي او احمد سامي او علي جبر، وبالتالي لا انك تضربهم بالاثنين جناحات شيء مهم جدا، هنا هتفرق طبعا في نقطه الصور. هوريها لك في صور هنا، كمل بقيه الصور هنلاقي برده لو كملنا نفس الشكل برده، هنا احمد فتحي اللي بيغطي، هات الصوره للمراحل اللي بعدها، احنا كده اتكلمنا برده هنا نفس الشكل يا كريم، احمد فتحي هو دايما وهنا ماسكين بلاتو توريه، فهنا مهم جدا ان انت تمنعهم، ده الشكل اللي اختلف شويه عن نهائي الكاس ان احمد فتحي ما كانش بيلعب في الحته دي. نكمل برده هنا بقى المشكله اللي بتكلم عليها دايما عند بيراميدز، بص وسط الملعب، بص الفجوه هنا لما بيضغط لما بلاتو توريه او واحد بيتقدم وهم بيلعبوا بدفاع عالي، يعني دفاع عالي يعني ايه؟ يعني زي ما احنا شايفين كده عند ايه؟ عند دايرة النص، هنا الدفاع واقف عالي بنسميها دفاع عالي، فهنا بيبقى فيه مساحة دايما ورا ثنائي الارتكاز، هنا مهم جدا من أي حد هيبدأ في حتة الارتكاز سواء حمدي فتحي سواء أليو ديانج إن أنت تستلم بين الخطوط بشكل ممتاز عشان تضايق بيراميدز عشان تقدر. بس عارف الفرق فين هنا؟ عارف إن هنا في ماتشنا بلاتي توري ما كانش هو اللي بيستلم الكرة كتير، كان عبد الله السعيد، وبالتالي الفريق هم محلل الاداء في فريق جنوب افريقيا ذكي جدا، هم فعلا درسوهم وعرفوا. عبد الله السعيد برافو عليك، شافوا لما عبد الله السعيد غاب ضغطوا على بلاتي توري، احنا فعلا محتاج العب في وجهه نظري ربما اللي يعمل دور عبد الله السعيد هيكون مصطفى فتحي او رمضان صبحي، لان بلاتي توري هيتفرغ انه يعمل نفس الدور اللي عمله على خط وسط النادي الاهلي مع اختلاف طبعا انا ربما اعتقد يعني نشوف تشكيل مشابه تشكيل نادي الرباط. بص المساحه دي بص أيوة طبعًا بص طبعًا الدفاع طبعًا العالي مع الضغط بتاع بلاتي توري مع وليد الكارتي مع احمد توفيق، انت هنا لازم تستغل المساحه اللي هي في ظهر وسط الملعب مهم جدا اللي هي قبل الدفاع، لان خلي بالك في الحته دي في كلامك بتقول بلاتي توري دايما هيبقى اوت اوف بوزيشن، ليه؟ لان هو هنا واخد مسؤوليه صناعه اللعب
اللي كان بيعملها عبد الله السعيد. عبد الله السعيد بيعمل صناعه اللعب، باتوري واقف في مكانه مش مهتم، عادي خلاص انا ما عنديش ازمه. ارجع للصوره دي تاكيد لكلام بالزبط. كريم ارجع للصوره اللي قبلها اهي، الصوره اللي انت بتتكلم عنها اوت اوف بوزيشن، اوت اوف بوزيشن قدام اصلا. ايوه انه بيعمل دور هجومي، ووضع طبعا في الاعتبار ان احنا الصوره اللي قدام دي يا جماعه صوره من مباراه نادي بيراميدز رايح برضو يعني مضغوط بسبب النتيجه ان هو متعادل على الارض 1-1 ومحتاج ان هو يهاجم. فهي الفكره مين اللي هيتكلف بحته صناعه اللعب في نادي بيراميدز في ظل غياب عبد الله السعيد، ومين اللي هياخد تكليفات من مارسيل كولر انه يضغط عليه في نص الملعب عشان تحرم نادي بيراميدز من صناعه اللعب. صراع الخط الوسط بقى ما بين اليو ديانج مثلا و بلاتي توري، فتحي وتوفيق، مروان عطيه ووليد الكارتي، دي نفس الحته اللي احنا بنتكلم فيها ان منطقه وسط الملعب اللي هيسيطر وهيقدر يستغل على وسط الملعب الصوره اللي احنا كنا جايبينها بالظبط. النهارده المباراه دي او مباراه النهايات هي معركه وسط ملعب. انت بتتكلم في بلاتي توري قدام اليو ديانج، مروان عطيه قدام احمد توفيق، وليد الكارتي قدام حمدي فتحي. اعتقد ان وسط ملعب النادي الاهلي هو الاقوى، وسط ملعب النادي الاهلي اقوى وسط في افريقيا، وحتى اقوى وسط في دوري ابطال افريقيا، اقوى من خط وسط صن داونز. النادي الاهلي وسط ملعبه مستو، انت بتتكلم في مروان عطيه، بتتكلم في حمدي فتحي، بتتكلم في عمرو السوليه، بتتكلم في اليو ديانج، عندك احمد جندوز، ده احمد جندوز لسه ما خدش كمان، لما ياخد هيأثر معاهم، عندك قفشه. فانت عندك وسط ملعب، هو دايما الفريق اللي بيمتلك وسط ملعب قوي هو اللي دايما بيحصل على البطولات. نكمل برضو، احنا كنا ليله مباراه الاهلي وبيراميدز في الكاس اتكلمنا على ايه؟ على الضربات الركنيه، وقلنا ان الضربات الركنيه على بيراميدز واحده من المفاتيح للمكسب، نقطه ضعف بيراميدز بقالهم 3 سنين الضربات الركنيه في التمركز اللي عليهم. احنا جبنا جون كهربا كان الاول من الضربات الركنيه، وجون طاهر السنه اللي فاتت كان اللي قبلها كان ضربه ركنيه برضو. جون الفريق الجنوب افريقي لو استعرضنا الجون اللعبه الصوره اللي كانت معانا دلوقتي الضربه ركنيه نفس الشكل، احمد الشناوي برضو نفس المشكله يا كريم. بص هنا علي جبري، علي جبري سايبه اللي بيلف من وراه، بص السكاننج اللي اتعمل يعني، بص واحد خد بلادي التوري كانوا اتنين، بص بقى التاني اللي بيلف من ورا علي جبر، طبعا لو كان معانا فيديو كان بالشكل احلى. بس بص اللي بيلف من ورا علي جبر هيسرقه ويحطها في الزاويه البعيده لاحمد الشناوي. بص هنا لف بعلي جبر ونفس المشكله، انت عايز تكسب بيراميدز لازم ان انت تستغل الضربات الركنيه، واحده من اهم المفاتيح ونقاط ضعف واضحه. هات الصوره اللي بعدها، بص هتلاقي المهاجم لف ازاي، مهاجم لف بعلي جبر وقدر ان هو يحطها، وبرده الشناوي طلع ورجع نفس الغلطه عند الشناوي. ده يعني احنا لو جبنا عملنا مقارنه ما بين الجون ده، هات الجون بقى بتاع النادي الاهلي في بيراميدز في اللي هو اللي كان معانا دلوقتي في نهايه الكاس، نفس الفكره يعني، نفس الفكره فيديو بالصوره هتلاقي نفس الجون. فواضح ان دي مشكله واضحه في دفاع بيراميدز. هنا بيراميدز عملوا تركايه في الضربات الركنيه جديده، برده دي من الحاجات اللي ممكن يكون باتشيكو تشتغل عليها، ان هم كلهم بيتجمعوا في جبهه وبيحاولوا يتقسموا، واحد يقطع القريبه، واحد على البعيده، واحد في النص. هم هنا 5 لعيبه ومصطفى فتحي واقف وراهم خالص عشان تتلعب له فين؟ على دايره منطقه ال 18 ويقدر يشوط. هات الصوره اللي بعدها هتلاقي، بص مصطفى فتحي واقف فين؟ عند دايره منطقه ال 18، كلهم جيرهم شغلوا الدفاع وقدر ان هي تتلعب له. فده لازم برده لعيبه النادي الاهلي تخلي بالهم من التركايه عندهم في الضربه الركنيه لنادي بيراميدز، زي ما هم عندهم نقطه ضعف في الضربات الركنيه الا ان هم برضو عندهم ميزه في الضربه الركنيه. وعلى فكره هم جابوا فينا جون في نهايه الكاس من ضربه ثابته عندهم، لانهم عندهم اطوال. علي جبر سلاح مهم قوي عندهم في الضربات الراس، لازم يتعامل عليه مان، ولازم يكون الراجل او مارسيل كولر عارف مين اللي هيراقب علي جبر تحديدا، في علي جبر ووليد الكارتي اخطر اتنين في ضربات الراس في الضربات الثابته.